السلام عليكم. نورتونا يا جماعه، نورتونا. البيت نور بيك يا انتصار والله. عارف نور بيك كله. مش كده بس للاسف مش هدوق. فين؟ انت الحرق الدم اللي انت اتصدمت منها دلوقتي، اخواتي الاثنين لسه محرقين دمهم دلوقتي. في يا صنبو اختك يا مدام انتصار، اخويا كان متورط في مشكله وعليه 1000 جنيه ومعاهم منهم 500 جنيه، الخصومات تانيين انا معايا ومعايا فلوس بالزياده. اشيل اخويا من ولا اسيبه في الورطه؟ شيله طبعا. ايه رايكم في العزومه الحلوه دي؟ ايه رايك يا مدام انتصار؟ ايه رايك يا استاذ هاني؟ بس احنا مالناش ذنب في اللي انت بتعمله معانا ده. اخوك حضرتك مين اللي عزمك يا استاذ هاني؟ ايه صنبو اللي بتقوله ده يا صنبو؟ على اساس ان هي قايله لك. مين اللي قايله لك؟ بتعمل حاجه من غير ما تقول لجوزها؟ انت بتحرق دم الشرف اللي طيب. هيرن على راجل البيت. هيرن عليك يقول لك انا جاي؟ اكيد هيرن عليك. جاي مش رايح على هنا. جاي مش ذنبي. استاذ هاني. حصل خير. حصل خير. انا اللي هتصل عليك واعزمك. مش مراتي هي راجل البيت وتعزمك. شرفتونا يا جماعه. وبقول لك ايوه مدام انتصار لو سمحت. شكرا. خد اختك معاك. تمام. يلا يلا. يلا وشكرا على المواقف. يلا معاها اتفضلي. شرفتونا يا جماعه. Thank you.